يعني المفهوم بتاع التنميه المستدامه ده عباره عن ما نستهونش بالحاجات اللي بنستعملها ونروح رامينها في سله المهملات بمنتهى البساطه، لانه في النهايه دي يا اما طلعت من بير بترول، يا اما طلعت من شجره، يا اما من تربه، فما ينفعش ان احنا نستهتر ونروح رامينها. بنكلم الناس كلها ونقول لهم احترموها، حطوها في كيس علشان نعرف احنا نجمعها بشكل نظيف، نعمل منها مشاريع صغيره للشباب، نروح نعمل منها سماد في الجزء المكون العضوي اللي هو الاكل، واللي هيتبقى 20% منه اسمه مرفوضات او RDF هيروح لمصانع الاسمنت علشان يغنيها عن الاحتياج لاي وقود احفوري مثلا الفحم، لانه هيوفر 20% من الغاز الطبيعي اللي كانت بتستعمله. فتصور من مطبخك لحد مصنع الاسمنت بتحمي ابار البترول، ابار الغاز، الاشجار، التربه، الميه. طب يعني ايه الموضوع بقى؟ موضوع بسيط، يلا نعمله. العائد القومي عباره عن هتوفري كميه غاز طبيعي وبترول تصل الى ملايين وملايين الاطنان والبراميل، وهتخلي منظومه البيئه في مصر نظيفه، محدش هيعيا. اللي احنا هنعمله كوزارة اعلانات في التلفزيون، بوسترات، توعية في المدارس، وده بدأ في الدقي، في المنازل، في الاندية، في مراكز الشباب، وبنشتغل بقى مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. اي حد عايز يبادر بنشجعه يشتغل لوحده، في جمعيات اهلية كتير جوه، في اندية، في شركات قطاع خاص، في جامعة، كل الناس جوه، ولقاءات. بحس انه مفيش حاجة اسمها زبالة، مفيش حاجة اسمها يترمي، كله هيروح انه تتصنع منه حاجة جديدة او يصبح طاقه للمصانع اللي محتاجاها بشكل خاطئ. دي لازم بقى المحافظين يلموها من على الارض والرصفه، دي برضو تنفع تروح مرفوضات لمصانع الاسمنت وتوفر لهم الطاقه اللي هم محتاجينها. بس دي طبعا انا معاكي، محتاجين نعمل حمله مكثفه للقديم التراكمات.